سمعتي قبل كده عن تجميد الأجنة؟ بس برضو سمعتي في نفس الوقت عن تجميد البويضات؟ هو اللي بيتجمد بالظبط؟ اتلخبطتي؟ حالا دلوقتي هفك اللخبطة دي ونسأل دكتور أحمد مشالي عن أنواع التجميد. من الحاجات المهمة جدا واللي أحدثت الطفرة في نجاح عمليات الحقن المجهري موضوع التجميد عموما، زي كده المنظار الرحمي لما دخل فرق كده، برضو موضوع التجميد فرق جدا بأزواج كتيرة كانوا عندهم الفرصة قربت تنقطع أو عايزين يحتفظوا بالخصوبة بتاعتهم لوقت معين يحصل فيه حمل أو مقبلين على عمليات أو علاج كيماوي أو إشعاع وكده. على فكرة تقنية التجميد قديمة جدا، يعني من عايز أقول إن أول تجميد لحيوان منوي تم في الأربعينات. فوائدها كلينيكية على العيان وكده، طبعا لو خدنا بالنسبة للزوج تجميد الحيوان المنوي مهم جدا، تجميد الحيوان المنوي للزوج، وده بنلجأ له إذا كان الزوج مقبل على عملية مثلا متعلقة بإزالة ورم من الخصية أو هياخد علاج كيميائي أو إشعاعي أو كده، الكلام ده ممكن يأثر على تصنيع الحيوان المنوي بعد كده. طبعا احنا بنلجأ ساعتها إن احنا ناخد الحيوان المنوي بتاع الزوج ونجمده عشان نحتفظ بيه بعد كده، بعد ما ربنا إن شاء الله يعافيه ويسلمه نبتدي نعمل بالحيوان المنوي ده بقى عمليات سواء تلقيح صناعي أو حقن مجهري وما نحرموش من فرصة الإنجاب. بالنسبة للزوجة تجميد البويضات وتجميد الأجنة، الحقيقة تجميد البويضات أجدد شوية، كنا زمان بنلجأ لتجميد الأجنة عند الزوجة فائض من الأجنة، بدل ما تعيد عملية محاولة الحقن المجهري مرة واثنين وثلاثة بتكلفتها، لا ده احنا بنجمد لك الأجنة وبيتم إرجاع الأجنة في دورة بعد كده ما بتحتاجش منشطات، حتى بتحتاج إقراص بتاخدها تكلفتها بسيطة جدا، ما بتحتاجش إنها تاخد بنج ولا تاخد حقن ولا تدفع تكلفة العملية، فبننلها الأجنة على الجاهز زي ما بيقولوا، وطبعا بيبقى نسب نجاحها تبقى كويسة جدا تضاهي نسبة الفريش. وفي بعض بقى الأبحاثات والمقالات العلمية في ناس بتتبنى نظرية إن الأجنة المجمدة حتى نتيجتها بتبقى أعلى من نتائج الأجنة الفريش، ده إذا خرجت من التجميد سليمة، لأن برضو عملية التجميد دي ساعات بتؤثر شوية على جودة الأجنة وإن كانت بنسبة ضئيلة جدا جدا. تجميد البويضات بقى، تجميد البويضات ده بقى سمعنا عنه في العشر سنين الأخيرة، طبعا لان الظروف الحياتيه والاقتصاديه والكلام ده ممكن يلزمنا بتاخر سن الزواج، يعني او ما يبقاش متاح للسيده في فترتها اللي هي بتبقى عمر الخصوبي في عزه يعني بالنسبه لها ان يحصل زواج. فطبعا كل ما بتقدم العمر كل ما المخزون اللي بيقل وكل ما بتبقى فرصه السيده في الحمل بتقل، وحتى الميديا دلوقتي بدات توعي بهذا الموضوع، وبدات معظم المؤتمرات بدات توعي بموضوع تجميد البويضات بتاعت السيده اللي هي عذراء لسه او انسه، ان احنا ناخد بويضاتها وهي لسه ما اتجوزتش ونحتفظ بيها، عشان لو لا قدر الله تاخر سن الزواج زي ما قلنا بعد كده لبعد ال 37 اللي هو مظنه بيقل او 38 او 40، يبقى السيده عندها فرصه انها تحتفظ ببويضاتها. او برضو لو السيده دي داخله على عمليه، داخله مقبله على عمليه استئصال للمبيض نتيجه ورم، او مقبله على علاج الشر عندها كانسر او كده، فلازم يستلزم علاج اشعاعي وكيميائي، فلازم الكلام ده ممكن يؤدي الى نض مخزون المبيض، فبقى دلوقتي تجميد البويضات بقت ضروره حتميه، والحمد لله في العالم كله بقت بتتم بنجاح وبيبقى منها نتائج حمل يعني بعد كده.